تعالوا بينا نجرب النودلز الكوري الاصفر، وانا ما دوتش اي نودلز حراقه خالص حرفيا غير بس الاندومي، فاول مره اجرب معاكم النودلز دي، فيلا نعملها ونيجي ونشوف النظام هنا ماشي ازاي، فيلا بينا. طيب اول حاجه في النودلز دي عامله زي الاندومي بالظبط يعني، وفي كيسين بيقولوا الكيس ده بيسموه البواسير يعني اللي هو الكيس الاحمر ده، ويعني هنكتشفه، وكيس تاني كده فيه بهارات. فتعالوا نسلق الاندومي دي او نسلق النودلز دي ونشوف الكلام بيتكلم على ايه. سلقت النودلز بقى شكلها عامل كده، والمفروض بقى بعد كده هنحط الكيس ده اللي هو المفروض البهارات يعني، فنفتحه كده ونشوف جواه فيه ايه. ريحته جبنه، هي بهارات صفرة كده وريحتها جبنه يعني، فنحط كده. وحانت اللحظه، كيس البواسير او كيس الشطه اللي بيقولوا عليه يعني. انا اول مره اجرب الحاجات دي خالص، فايه فانا مش عارف الدنيا تبقى ماشيه معايا ازاي. انا شايف ان في سهم المفروض امشي معاه. تمام، بدايه مبشره. ايه ده؟ ده انا شميته بس كحيت. يعني نفسي اجربه، فانا هشوف كده يعني، امري لله. مش بالسوق يعني قوي يعني، هو في ايه كده، في كده لزع الجبنه في الاول وبعد كده ايه بتقلب حرقيه يعني. فتعالوا نجرب ده كده بقى شكله، المفروض نقلبه بقى. طيب ده كده بقى شكله بعد ما قلبناه، ومش متفائل خالص يعني. فتعالوا نجرب كده، بسم الله. كل ما الوقت بيعدي الموضوع بيزداد سوء. الميه معنا ما نفعتش معانا خالص، فينفع معاها لبن بقى. طيب هو طعمه فيه سنه حلاوه شويه، ودي غريبه انا مش عارف ليه يعني، الحلاوه دي جايه منين؟ مش طعم حلاوه، لا طعم اللي هو حاجه مسكره شويه، فهي بتلزعك كده حته واحده مسكره، وبعد كده بتبدا بقى ايه في السخونيه بقى والشطه والكلام ده، ومع الوقت بيبدا بقى المستوى ايه بيعلى بقى معاك يعني. طول ما انت معاك كده تلاقي ايه الشطه عملت تعلى لوحدها. طب خلاص انت بلعت بقى خلاص وخلصت خلاص، تبدا بقى ايه شفايفك وبقك ولسانك بيبدا بقى ايه يولع بقى معاك اكتر. ولكن تجربه لا حلو، مش وحشه يعني. انا سمعت ان كمان ده اخف واحد، مش عارف ازاي ده اخف واحد يعني. في بقى الاحمر وكده، لو عايزيني طبعا اجرب الاحمر منه وال2 اكس بقى والحاجات التانيه دي والاسود بقى وكده يعني، دعم بقى لايك وشير والكلام ده عشان نبدا نجرب سلسله من النودلز. والله خايف اخد واحده تانيه. ده عذاب يا جدعان، ده عذاب والله. انا عايز اعرف يعني مين بيحب الحاجات دي، انا مش فاهم يعني. عايز ارميه بس عايز اخلصه، الموضوع صعب قوي. هو بعيدا ان انا اصلا مش حاسس بطعم اللبن، مش حاسس بطعم اي حاجه اصلا، ولكن اللبن بينزل بيعمل تش كده، عارف انت تش. فاضل حبه، يلا يا بطل بسحب كل كلامي. ولا تجربة حلوة ولا اي حاجة، الموضوع فعلا صعب جدا. انا خلصت اللبن اصلا وشربت يجي 30 لتر مية، ولسه الحرقية لسه موجودة يعني. انا شفايفي احمرت ولساني، انا بقيت متدمر خالص. يا رب تكونوا مبسوطين، يا رب تكونوا مستمتعين بالفيديوهات دي يعني. لايك في كل مكان، شير في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه. هو اصلا انا لازم اصلا اوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه باللي انا المفروض بعمله ده. وكالعاده دوسا كوتش، السلام عليكم.